اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك سام. اهلا بيك، وانا سعيد جدا معاكي ومع الكابتن هاني والبرنامج الجميل بيت الكبير. ربنا يخليك، منورنا دايما في البيت الكبير يا كابتن، وبنستفيد من خبراتك الطويله، وخاصه في قبل البطولات الكبيره او المباريات الكبيره، وخبراتك الكبيره جدا جدا كلاعب وكمدرب، ودلوقتي مسؤول كبير عن تطوير مواهبنا ان شاء الله في النادي الاهلي. هبدا بحضرتك بالتقرير للفيفا اللي قاله النهارده. في تقرير للفيفا بيشيد بالدوري المصري، بيشيد بمصر، بيشيد بان مصر بتستضيف حدث تاريخي لاول مره بيحدث في تاريخ الشامبيونز ليج الافريقي، ان فرقتين من نفس البلد والنهائي في مصر. شايف رؤيتك ازاي، ونتعامل ونكسب الجزئيه ديت، نكسبها ازاي لمصلحه الكره المصريه؟ طبعا هو قرار جميل جدا من الفيفا طبعا، ان هو النهارده بيشيد بوصول الاهلي والزمالك لنهائي البطوله الافريقيه اللي هتقام ان شاء الله في استاد القاهره يوم الجمعه. اذا كان بيدل على شيء، بيدل على اهتمام اعلامي كبير كمان بهذه المباراه، اهتمام كبير من الاتحاد الافريقي، اهتمام كبير من الجماهير المصريه العالمي كمان. يعني كل جماهير مصر النهارده بتتساءل عن مباراه يوم الجمعه اهلي وزمالك. يعني النهارده يقول لك مين هيكسب، كل واحد النهارده يقابلك مين هيكسب يا كابتن، مين هيكسب. فالامور كلها اصبحت النهارده مع حط انظار كل العالم مباراه الاهلي والزمالك، لان فعلا زي ما انت قلت يا كابتن هاني، ان دي مباراه تاريخيه لاول مره تحصل في تاريخ الكره المصريه وتاريخ الكره الافريقيه، ان اثنين من بلد واحد هم النهائي بتاعهم في مصر ان شاء الله. اللي انا سعيده جدا طبعا بكلام حضرتك، وسعيده اكتر بانه فيفا يعني الاتحاد الدولي لكرة القدم بيتكلم عن أكبر المواجهات في عالم كرة القدم، مش بس على المستوى الأفريقي يا كابتن فتحي.